اليوم محكوم علينا بالإفراغ في هذا المحل التجاري على حكم صدر من المحكمة التجارية بالدار البيضاء. هذا الحكم الجائر وهذا الحكم الذي جانب الصواب يعني ما عودوناش بالقيمة المالية ديال هذا المحل التجاري. احنا ماشي ضد القضاء، احنا مع القضاء واي حكم قضائي احنا كنحتارموه، ولكن كنطلبوا بالقيمة المالية ديال احنا ماشي مشكل نفرغوا، احنا ماشي ضد الافراغ، ولكن ما عودوناش بالله عليكم يا اخوان. محل تجاري لكي يتواجد في ساحة الحنصالي في البرنس في القلب النابض ديال المدينة الجديدة، بالله عليكم هذا المحل كيتعوض يعني بمبلغ هزيل ديال 15 مليون. وهنا من هذا المنبر ديالكم، لانه شكون اللي ضلل القضاء؟ هو الخبير المحلف اللي عينته المحكمة التجارية، هو اللي ضلل القضاء ودار. ما عرفتوش انا علاش بنى هذه الخبرة، على اي مقاييس وعلى اي معايير بنى هذه الخبرة هذه، هذا فيها تضليل للقضاء. وانا من هذا المنبر ديالكم انا كناشد سيدنا جلالة الملك نصره الله ووزير العدل والحريات باش ينصفونا في هذا الملف هذا، لانه هو فعلا حكم جائر وهذا هو المصدر الرزق ديالنا من هذا المحل. انا كما كتشوفوا الوالده ديالي صاحبه المحل امراه مقعده وعندها يعني الرزق ديالها باش كتشري الدواء ديالها وباش كتنعس في المستشفى يعني من هذا المحل هذا، وانا ولدها مسير للمحل وعندي عائله وعندي جبنيات وعندي المراه ديالي، يعني حتى انا هذا هو المصدر ديال الرزق ديالي. من عشيه وضحاها انهم يخرجوا واحد العائله اللي كان هذا الحانوت هذا هو مورد الرزق ديال جوج ديال العائلات، يشردوا جوج ديال العائلات، حنا كنسميوه تشريد. فلهذا الله يخليكم حنا بالعصبه المغربيه للدفاع عن الانسان سنتابع هذا الملف هذا وسنستمر في الدفاع عنه حتى يتم الانصاف ديال هذه العائله هذه وياخذ هذا الحكم هذا ياخذ المجرى ديالو الصحيح، المجرى ديالو الطبيعي والمجرى ديالو الحقيقي. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناه.